بتغلس عليها في لبسها يعني بتقول تلبس ايه تلبس ايه عجبتكم قوي لا هيبقى في خناق تحس ان هم كانوا معاكوا بس ممكن يقولوا اه على فكره اعتقد ان دي مشكله كل الرجاله والستات ما عشان كده ده يعني هو ايه يعني يعني في غلاسه في مش غلاسه اوفر مش غلاسه لا لا اولا يعني حسب اولا احنا رايحين فين وقاعدين فين وفي انهي بلد وفي انهي مكان كل حته وليها ليميت ليها ليميت حسب بقى بس انا مش 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 بلبس حاجات تضايقه بس هو مثلا ايه هو مش قادر يفهم ان لبس السهره كده يعني انت لو رحتي تقولي عايزه البس لا انا حاجة قادر افهم بس انا حر فانت أنا تروح اي محل تقول عايزه البس لبس سهر يا قصير يا مفتوح من فوق ما اعمل ايه طيب لا عايزه لو طولتي لا يا حبيبتي تضربي تحتي بودي كريم بس اقعدي ساكت لا ايوه غلط من عندك صح؟ انا لو ولادي والله العظيم انا ابتديت احبك اهو صح أيوة. وانت بقى لو متجوزتني اضرب بودي كريم يا عزيزي طب والله لا اعملها واضرب لك بودي كريم واشوف هينزلني يا عزيزي بصي يا حبيبي انا لو انت اتجوزتني هلبس لك تحت ليجن كارينا وبودي كريم مبروك يا عفيفي بيخلي الواحدة عرقانة وقمر مش قادرة أقول هتنبسط